Nice to be in this part of Lebanon. Good evening, Lebanon! عنا هالقد بسط بلبنان وفرح بلبنان وعطاء بلبنان وحياة بلبنان. ايوه فهمنا على بعض. توعوا بالمناظر، بصوت الحيوانات، صوت العصافير، صوت الطبيعة. عائلة عملت حلم كبير، بدل ما تعمل بيت عملت ضيعة، بس بعد العائلة بتحضن الناس بالضيعة. Welcome to Shikka. أول وقف. ثلاثة جبنة اثنين قشطة. Welcome to Shikka. Welcome to Shikka. أول وقفة اليوم. رح ناخد كنافة. أنا طلبت جبنة، أنتو طلبتوا قشطة. أنا قشطة للقشطة. قشطة للقشطة. خفيفة. The bread's really soft. I'm really interested in the preparation process, how they warmed it up. Not as crunchy as previous kai. Well, hashta kanafa is actually quite nice, to be honest. But it's quite overpowering with the sugar syrup. And the bread's a little bit tough, to be honest, for me. Like, I didn't see actually get it warmed up. I missed out. I was too busy talking to customers. But I'm glad I missed out on that part. I'll have another one just to reassure. محل صغير ريحة كتير حلوة، الحلو عربي وين ما كان، مش عايز ديكور قد ما حلو. I feel the love. There's not even enough space to stand. I love it. It's filled up with sweets. عبالي مد ايدي على كل شيء. ليك 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 ليك. Oh wow. ليك. كنافة بقشطة. ليك ليك. انا كان عمري هو بتعمل 7 سنين مع بيي بالمصلحه هو بصدور بيي نحس القديمين وكفيت وحدي وبعدين اخذت طريقه انه ابيع السياره بين الناس اتعرف على الناس بتضيع بلشت ابرم من عمر 16 سنه كل ضيعه ضيعتها كل ضيعه ربيت عملت ارضيه انا ملاحظ يمكن على اني بطوي لي فيسبوك ولبطوي واتساب ما بيهمني عمل ارضيه انا زبوناتي بيعرفوا اسمي بتضيع كان عندك سيارة، سيارة عادية سيارتي عادي في عليها كل بس سيارتي مانا هينة يعني رينو قديمة صار معي 30 سنة ايه فيها سيبي بالسيارة بس انا بدك كيلو بقلاوة بحط بدك كيلو معمل مضرب بحط بدك كيلو كنافة بحط بدك كيلو مفروض بحط بدك حليب الجبنة بحط كل شيء كله عندك كله بالسيارة وبعدين وقتها جيت كورونا ضلت فاتح وصل طلبات مجانا بدون دليفري على كل البيوت وبقيت لهلا كمان بلا دليفري يعني انت هلا اذا انت طلبت مني كيلو بقلاوة على اميون من وصلوا بلد الفري بلد الفري تشارج مشان يساعد الناس وشغل ايده ونشكر وبعدك ما عندك انستغرام وما عندك فيسبوك ما عندي شيء ما بيهمني عندي ارضيه 30 سنه كل يوم ببيع ونشكر الله الله عطيني اكثر ما بستاهل ولادي خلصوا جامعات ايه؟ ما بدي شيء شو اطيب شيء عندك؟ شو اطيب شيء عندك؟ انا مشهور بكل شيء كل شيء كل شيء الناس مبسوطه بكل شغله انت من وين؟ نحن صغرته معملي بصغرته معملك صغرته وما عندك محل واحد يعني هذا هو انا هذا ما فتحته من 6 سنين ما كنت بدي افتح لانه ماني ما لحقت اليوم على سيارتي بدي مبيع 450 كيلو وبعدك بالسياره؟ بعدني ما بيع بس اليوم معطل لا كرمالنا Well, let's try this canafe. Whoa! What a story! عن جد
Oh my goodness. Wow. Oh my goodness. Wow. شو هالقشطة؟ شو هالنوعية هاي؟ هاي القشطة ما حدا بيعملها قليل كثير. ليز قل لي هالنوعية شو؟ هاي بتتاكل مع الكوكتيل، بتجملها بياكلوها على الناين. اللي عنده محل كوكتيل مع الفواكه الطبيعية بيستعمل هالقشطة هاي. هيدا القشطة تبعي. شو هاي؟ أمير سيف ريك. تلاقي كل لمعة. Oh my god. And it's cold. وين مخبى أنت؟ حلويات أبو روني. أنت مش عارف شو ناطرك. أبدوش دعايات قال. بطلع الجرد أنا. شو حلو البركة. He's just good. He's just enjoying what he has. There's no mucking around here. Wow. The Oscar is out as well. هاي اللي خبرتكم عنها my favorite. بعدين نوعية ال. Oh my god. هاي في نسبة قوة منها. Oh my god. في نسبة قوة منها بدي إياها. Wow. Wow. بعمل لي إياها مفصل حلبة. If, 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 if. Nice power. Oh my goodness. Welcome back. What the hell is this? Wow. مش عم بعرف شو بدي اقول. No, no. No words can describe the feeling. Good. نحن من أرناؤون رحنا على الكورة، من الكورة طلعنا طلوع وصلنا على بصرمة. وصلنا على بصرمة تناكل كنافة. أكيد. طلع درس بالحياة. Life, a life lesson, isn't it? Sometimes the most unexpected experiences are the best. Impressive. أكلت قشطة هالقد طيبة بحياتك؟ Honestly, it's probably one of my favorite kanafes I've had on this tour so far. But we'll have to do a recap. I love the fact that as soon as we walked in, we had to turn sideways because the trays were that big. We knew this guy was had an overload of love and sweetness, so for me it was quite special. Can we just talk about the ashta for one moment? Oh my goodness. It's like a cloud of heaven. It's light, it's fluffy, it's not overly sweet. You put it in your mouth and it's just such a compliment to the crunchy coating of the kanafe. I think for me, like not just on his tour, I think it's the nicest kanafe, the ashta I've ever tried. It's so natural, so real. And so unexpected. Yanni, we're driving along the highway. It's not even a highway, it's like a small road, and it doesn't look like a sweet shop from outside. We walked in, and the shop is full of halal. Wow. And then we tried the kanafe ashta. Wow, what's your favorite? The kanafe and ashta, really nice. Who yeah. ashta? Zalame, he's amazing. So sweet, so passionate, so content with what he's doing. Confident. And very confident. This is a lesson in life. مش معقول. هيدا الرينو خمسة. هلا إذا شفت طلبية عائدين أنا بكون 20 ضيعة بعدين من هون. يعني عامل توترز، عامل دليفري. وعامل مطبخ، وعامل كل شيء وما بدك دعاية. أبداً. على البركة. ودليفري مجاناً وما تكون. واو. هيدا البركة، هاي سيارة البركة، وأنت كلك بركة، واليوم غيرت لنا نهارنا كلنا وحياتنا فينا نقول، نتعلمنا منك كثير. أهلا وسهلا. الله يوفقك. أهلا وسهلا. الله يقويكم ويرحمكم. أي ساعة عم تفتح بالأيام؟ الصباح الساعة 2 وعم تسكر؟ 12 ونص وحدة خلص نروح ننام بدنا نروح ننام؟ استراليا كمان؟ ايه استراليا؟ اوه واو مع السكر ما كنت نحب كثير لا زيك مانا from the open up from 2 a.m. in the morning
right till 12 o'clock the following morning. وليش ساعة تنتين الصبح؟ عشان في ناس صحصح قبل ما يروحوا على الشغل. أنت you're keeping everyone awake in Hassoun. He's the nightlife. He's the nightlife dealer. بس مش شكله انه فاتح من ساعتين تنتين الصبح. بعده كله نشاط ها؟ بعده كله نشاط. قد ايش صار لك فاتح؟ ميرسي. هون عمو. العمر 35 سنة. واو. سيف شتي؟ لا بتعرف جواب سكتي. كنت احلى بالمناطق اللبنانية الحلوة يا زلمة والله بلا شيء. اللي ما بيحب لبنان بصير يجي على لبنان. الله يهنيكم بالبرنامج الحلو. طلع حصرون حصرون يا حصرون حصرون واحد ما لازم يطلع الزفتات لازم يطلع طلوع ويشوف هالقناطر هالحجر هالبيوت الحلوة وبهالأيام يشوف الأمبريلاز يشوف الألوان شماسة حصرون صف السيارة من ضيعة زغطورة مهضومة برومو الماي الينابيع سلموا على العالم بسطوا بحبها كتير هالضيعة بحبها كتير 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 Another quick knafe stop. قديش بنيجي لهون وقديش بنصور هون وقدي بقطع من هون كيف ما بقطع عندك؟ طب دقيقة شو بتعمل؟ بتعمل اشياء جديدة هاي شو؟ فستقية سمسمية بقليوة شكلها بشاهي وعندك عشي البربون وعندك الصبيح بقليوة وغريبة معمود هلا ما عم جاملك بس شكلهم حلو لونهم حلو لمعتهم حلوة بينعملوا وين؟ أنا هون ما تندوق من كل شيء يلا يا شباب اسمعوا اسمعوا Would you like to try some? Wow Yum Delicious Not too sweet Delicious So fresh You can just taste the nuts And smooth some of them So delicious
أي سنة تعلمت المصلحة؟ أنا بسنة 2011 بالأوريكا كومبيتيشن طلعت بالبيال الثالث بلبنان وتعلمت بالسائتي. كنت بسنة 2014 شيف دو كويزين بمرديشة. كان أغلبية أشغالنا بعطينا عملي معروف أكثر. أغلبية أشغالنا كانت تقريبا بالأديرة بين مرديشة بين هلأ حاليا بمرسار بالبعكافرة يسلموا. وأغلبية الوقت بالباستري. عنصر المفاجأة تبعكم كتير رهيب يعني هيك بك تطول بالك معنا شوي. على قويك على قويك على قويك. بيجينا تاني كومبينيشن اللي اشتهر فيها حرب ما بتشبه أي كنافة تانية بلبنان واللي هي كتار اشتغلوها بس الكومبينيشن تبعتنا مختلفة عن أي حيلا محل تاني واللي هي بتجي فستق حلبي سادة مع فرق الكنافة الطبيعي اللي هو بتشوفه عن مثلا. شو اسمه؟ داعوئية. بالمنطق المزبوط داعوئية أو مفروكة الفستق. القشطة للقشطة طيبة البيستاشيو طيبة كلين كلين تيست ان ذا ماوث. إذا حدا بده قطر عليها بده قطر. إذا حدا بده قطر عليها بتصير بعد أطيب وأطيب لأنه it adds the sweetness that's missing. But it's also nice to taste it before the atif because you get the real clean palate taste of the actual kanafa. They don't offer a cheese kanafa here, just the ashta. بالجبل ببشري بصغرتة بالمنطقة بالعكس الجبنة on weekends وأشتا كل الجمعة. Wow. ببيروت أشتا on weekends وجبنة كل الجمعة. Why is that? Traditions, habits. Top. Today's going to be a very hard day to decide who's making the best kanafa. As we get higher and higher, the levels, the complexity of how they're making things, the simplicity. It's complex but very simple. من المحل بيستقبلكم على البيت. فوتونا على بيتهم أول مرة ملتقى فيهم أول مرة متعرف على بعض عليهم. من هون بيشوفوا كل الوادة والبركة الوادة بتفوت على البيت وبتفوت على قلب الحلويات. بيت حرب ما عن جد ما بعرف كيف بنقطع كل يوم من هون ومنهيك ورا الكوع ومنضل مكفيين وما بنقطع لعندهم. فيني قلكم صار عندي وقفة أساسية بهي حصرون كل ما اجي لهون. اللقمة النفس الطعمة السويتنس المحبة العطاء. أنطونيو جو عم بيرجف شوي أول مرة والبراءة اللي بيوجه بتاخد العقل. بي أم واو والابن عم يشتغلوا كلهم مع بعضهم. تعال تنزل على المعمل نشوف شو عم بيحضروا. يا سلام يا سلام كثير مشهور. نعم شكرا. هيدا شيء نحن بنعمله. شو في بقلبه؟ فيها حشو مثل القشطه. مثل القشطه؟ صحيح. بتسميها فطاير. شكلها نص دائره تريانجل. وكل السنه؟ كل السنه اكيد على الطلب. مثل القشطة مش تمرية. لا لمعتهم حلوة. لمعتهم حلوة. شو عنا؟ عنا عجينة. شو هي؟ مثل عجينة البقلاوة؟ مثل البقلاوة تقريباً عنا. وجوات عم تحط شيء؟ مثل القشطة. مثل القشطة؟ تقريباً. بس بتحط لها مثل القطر أو قطر؟ قطر. قطر. واو. كرانش. بالقرشة. It's really nice. It sounded like the KFC crisp. عن جد. كنت بفكر حاكل شيء مثل الكلاج بس ما له كلاج. لا لا. مش اكل مثله من قبل. ضل الي؟ هاي بتعرفي. في طعم كثير طيبه، في طعم في احساس كورن فليكس. There's a flavor of corn flakes of our childhood. The feeling of milk. لوري كلينكس المعروف. Very nice crunch. يام. Beautiful taste. Where's this been all our life? Never tasted this before in my life. في طعم كتير طيبة قاعدة على لساني عم تتحرك من ميل لميل لميل لميل. أنا بدي أتحرك. في بركة.
ايش بسموه هذه عندهم؟ الفطاير. هذه الفطاير تبعتهم. واو. حبيت. بتشحن. الواتر كرونش. في كلمة تجي لهون تمر لعنا. أكيد. أميزن. أنا بدي فطاير. أميزن. طلع ويك. شكرا الله يقويك. اهلا وسهلا فيكم. شكرا. نعمة على الضيعة عندك. اكيد تبقى مع اللوم مال ريحة ليه؟ اوكي بلشنا نطلع بالجبل بلشنا نشوف المناظر مبسوطين كتير كتير مش عم نصور السيارة بس انك سوبر مبسوطين وعم بكتشفوا لبنان وصلنا على اهدن قبل ما نوصل على سيدة الحصن وقفنا تنبرك له لروي بالكونسبت تبعه الجديد فارم جريل هون مع دونات بار وتما نكون قطعة انه ليش هني مش غيرون عندهم دونات عكنافة Burger with a view. كنت ضروري أعرفهم على فارم جريل اللي فتح بأهدن هالصيفية. يعني روي لازم نعطيه هيك بوش ودعمي. وهو عم لازم وقف ندور. مش بسوى هون بأهدن. بس هيك. This was my favorite burger in Kastlik. I want to see if it's just as good here in Ahden. وهذه قصة جديدة. This is the new fajita on the menu. But can you just quickly show them the view? Where can you get a burger ومنظر هيك? We fell in love in Kastlik. And now in Ahden has a new gem. Kastlik has got some serious competition this summer. هلو اهدن عندكم برجر جديد ما بيتفوت تحليه نحن وانا كنا في تور اكشلي افتر اول يلا واو ذس از جود ذس از ذا فيرست كنافه دونات اي هاف ان لبنان طريه منيح ها واو واو ناولني السلم شابل interesting stuff not only the burgers are good we're about to indulge in some donut heaven enjoy the show enjoy the donut A place that will satisfy you. We have lunch afterwards. سيدة الحصن وقفة أساسية بناخذ البركة ونكفي سهل عكار حدود سوريا طرابلس بور طرابلس سهل الكورة سهل صغرتا ايتو راس الشقة من ثاني ميل والجبل اللي بيطلع فيها كله سوا للبترون وجبال البترون منيحة الارزات بيلفوا على تنورين ثاني ميل مزيارة اكيد على التلة
ما بعتقد في احلى منك منظر، واكيد اهدن واغلبيه البيوت اللي فيها ارمينز بيوتيفول. بتعرفوا شو حلو؟ بتبرموا من ضيعة لضيعة لضيعة. الحلو واحد يكتشف لبنان، ما فيكن تحبوا شيء ما بتعرفوه، وإذا ما بتحبوه لأنه ما بتعرفوه. فساعات بنبرم بهالوديان وبهالوادي وبهالوادي ووادي النوبين ووادي قديشة، وكل ضيع كل محل أخذ من إجريه، فبوصل هون بوقف وبعرفهم. بعرف جبل نيحة والقلعة اللي على الراس، بعرف الوادي وبعرف السهل وبعرف كل جبل وكل أرزة لأنه بارم فيها. هالوديان هالزيتونات، طرابلس قاعد هيك وحده، بيقولوا بتشوف قبرص من هون، بعتقد بتشوف جزيرة الأرانب، راس الشقعة يعني تونيل حمات، أيتو بتعرفوا أيتو قصته كتير مشهورة، الهليكوبتر اللي فاتت فيه الجبل. التقيت بحدا من العائلة مش من كتير زمان، من الأولاد أكشلي. وهلأ رح بعد هالبرمة الحلوة رح نروح على اللونش تحت جبل أيتو. خبرتهم عنك، خبرتهم عن كبة تبعك، خبرتهم عن لون الكبة اللي كتير غريب، يعني غريب بوزيتيفلي. شفت كيف صلبت اللحمة؟ 100% التلج برغل دهن أكيد عصولة يعني. يقول أنا بين فلايفر نو. وهلا بتشوفوا الإيد كيف بتشتغل والبركة والإحساس والعطاء والشغف. كم سنة صار لك تعمل كبة؟ 35 36 سنة تقريبا. ما من جوزي هيك تابلة بهارات مشكلة. شو هتخبرك السر طبعا؟ شو ريحتها؟ سر الكبة بالإيد، بالعجن بالإيد. بدك تحسها، بدك تخلطها بطريقة ترجع تبرمها، ترجع تخلطها بطريقة ترجع تبرمها. Look how happy she is. I've never seen someone so happy making kibbeh balls. Happy for the last 35 years, every single day of her life doing kibbeh and welcoming guests and continuing a family legacy in that place that feels and looks like home, but afterward, after all, it's a restaurant. So is she the kibbeh naya master? She's the kibbeh ras master for sure, and definitely an expert in kibbeh nayyeh. هلا ببلش جد. هلا ببلش جد. Thank you.
هيدا بدها زقفة أكيد. I've been coming here for the last 3 or 4 years. It's the lady, it's the vibes, it's the calmness of the restaurant. You feel at home, but you're in a restaurant. Every single thing you're gonna eat is phenomenal. Start by the homemade fries, cut by hand. The hummus, the sambusik, the cheese puffs, the kibbeh. How many times have you seen such a colorful meat, fresh, neat, the labneh and everything in between. And definitely you met the mom, you met the son. Beautiful. What they do is phenomenal. This is our last supper, let's call it. This is our last grand finale lunch. Woo. Very happy you had an amazing, amazing, amazing tour. I believe so. I hope you enjoyed it. So now let's enjoy the cherry on top of the greatest food, traditional, happy, passionate, emotional of the village of Lebanon, of the Lebanese village in all. Before we dive into this beautiful lunch that you brought us here for, just on behalf of my family and I, the Bearded Baker family, and our extended bakers in Australia and around the world, thank you so much for showing us Lebanon through your eyes and through your heart. Honestly, for me, this has been more than a tour. At first, I was like, we're going to be going to all these kanafe places, and you've shown us a lot more than kanafe places. You've showed us people. You showed us people close to your heart. You showed us how much people love you for what you've done. And for that, we're forever grateful. So thank you so much. Thank you. Well said. Cheers to you. Thank you. بدنا ناكل. أكيد. خلينا نبلش بالكبة. فيكم تحطوا لها خبزة. فيكم تاكلوها وحدها. فيكم تاكلوها مع بصلة. Yes. You're allowed to eat onions at the end. طبعا كيف حبها. أنت يلا. باخذ. تعالي قدم أنا. باخذ ورق عنب. باخد خس او ملفوف. باخد الكبه بلفها هيك. او واو. ايه ذاتس لايك ا سان تشاو باو. كمان دو ات. سو بتاخد الصلصه اللي صارت بقلبها تحطها هيك. سو عندك شويه هيك ليمون. تشيرز. I'm going to take a different approach. I'm going to spread it out. زيت زيتون, بصل, radish, chili, fresh mint, a bit of thyme. Amir, Fadish. Yalla, enjoy. He's missing out on the romance of no garlic. Batata. Where's the kabib? Batata مع لبنة. Batata مع حمص. Try it like that. Seeing Mama work the kibbeh in the kitchen, she was working it like an artist, like a sculpture. You know, the soul the clay, and you see them. It's like a therapeutic experience. They're working the clay, and she's molding the kibbeh in her hand. No machinery, no mold. A lot of people use a cup as a mold. She did it from hand, from start to finish. But it reminded me, I wish there was like music playing in the background, because it was almost like a therapeutic experience. Working the kibbeh, زي الكلي. Anjad. صار وقت قلكم شو كان في براسي. أيوه هون. ديك شو رح نعمل. فاضية. فاضية. طلع شو رح نعمل. رح ناخد هاي, رح نقصها بالنص. اوه اوكي. طافي. بتسمع عم تشم الريحة, طلعت لعندك, عم تسمع صوتها, ورح نحطها مثل ما هي. اوكي. رح نحط بوحدة تبولة لحد يقصها. هذه نيو انفنشن. ورح نحط بوحده حمص. Forever there, he's creating these combinations, these lukmes. I reckon you need to open up a restaurant, lukme at Anthony's. Maybe. ورح تقدشها
وتقطع وتشوف قديش هالكومبينيشن عظيمه بين الكبه او التبوله بين الكبه وبين الحمص turning a food concept a table food concept into a street food concept بس بكتش بتخيل عندك عربيه فود تراك ببيع كبه بيوصل الزبون بتقص له اياها هيك شو بدك جواكامولي حمص تبوله باذنجان wow. and you eat it while walking around بيت الكبه it's a heart homie it's magic هيدا لها طريقة تنفتح لأنه إذا فتحتوها هيك بتبل الدنيا بنفتحها هيك والكبة ما لازم يدق فيها سكين so no knives on كبة okay. بتفتحها على الطرف هيك هيك وبتحرق إيديك هيك أوكي and then don't lose the juice Exactly. And then, صار عنا الجوس اللي جوا واللحم اللي برا. فاجينا جواته. So هيدا الدهن شربنتها على كبة وكلها سوا على الأطراف. كل الفلايف جوا. So بتعمل هيك. Deep deep. And you enjoy. It's super hot. Enjoy. Ah. Straight off the fire. قديش في كبه وقديش في different flavors, different textures, different mixes. And what makes this kibbeh is one, the smell of charcoal, two, the richness of fat. You can smell the charcoal. But you could see how much love she put into it. Like one kibbeh, there's so much time and energy. Like it's one lady. Doing one item. It's not a machine. It's by hand. It's fresh. Enjoy lunch. يلا ننبسط فيكم تاكلوا no moderation. Enjoy it. قبل ما نكفي. But can I say there is no doubt in the world that she is a master of kibbeh. Cheers. Cheers. Indeed. Surprise, surprise! Surprise, exactly. Yeah. So I told you that the day has ended, but yet not. Amazing sunset. Gorgeous. Gorgeous sunset. And now we're going to do a blind test. So we've been to many Knefe shops, the small, the big, the famous, etc., etc. But there are a couple of ones, probably four, that are famous around town that we didn't visit. Voila. So instead of going passing by one and the other and tasting and saying good or bad, we're going to do a blind test. Like this one. Wow. Tasting, putting them all on the table. You don't know where they're from, who did them. I don't know. We're going to play the game as is. We're going to be as honest as it is. Hello. Taste and finalize with the five of us, confirming it's our favorite. So the ones we have today are Si Sweet, Abeidor, Si Bon, and Dway. Oh, the big boys. The big boys. One. Nice. Hello. جبنتها حلوة، شكلها حلو، الفرق تبعها واقف بعد محله. And I honestly like it. I like the sweetness. I like the sandy effect of it. I like the cheese.
very stretchy, very smooth, and melts. I was a bit concerned that I'm going to hold them off all the time today. Okay. One. I like that. But definitely good stuff. كمان حلو good stretch. هون ما عم تلزق على على السباتولا so not sticking on my spatula. That's a good sign. So it's going over. A little bit on the chewy side for me. Yeah, less flavor, less sweetness, and less texture. But it's not bad. Just a little bit on the cheesy, chewy side. The afternote of rose water or the afternotes of utter are not too pleasant. This one is thick. I've got to say, I do like the presentation of this one. Thicker. For me, it's a big, big no. I don't like the taste of cheese. I didn't feel at all this. Not a fan. Personal opinion. I don't know. I think I'm going to disagree with you on this one. I feel like if this had a little bit more heat and we got that cheese melted a little bit, I think we'd get the true experience. Probably. But I, for me personally, I do like the cheesy kind of experience. Okay. It's more generous than the others. Yeah. It's thicker. It's thicker. Next. This is the only one in a plastic tray. We preheated it. Okay. Stretchy. Did you remember all the flavors? Yeah. We need to agree, the four of us, on one. There's a very overpowering taste as soon as you put it in your mouth. This one's fine. And I don't like it. At all? No. Too sweet. It takes away the effect of... It doesn't even taste like canafe. There's a syrup or something on it that's... The canafe is not that bad. It's just the syrup on it that kills it. It changes the whole complexity of the flavor. No, that's not canafe. So we have... We eliminated? If we're gonna do like a process of elimination, yeah, let's start with this one. Okay. Because that's fresh. Out. In the mind. Next. This is where things get a little bit dangerous between us. Because the whole time I've been really friendly and agreeing with on certain things, just to keep the peace. Okay. Yeah. This is canafe. Yeah. Yeah. I'm gonna draw Moon on this one, just to keep the playing field very even. So can we eliminate this one? We can eliminate this one. Okay. Thanks. So there's also one other thing that I want to eliminate, but I can't say that on the TV. It's okay. Enjoy Lebanon. This is nice, but this is very chewy number. I'm still sticking with number one. I've tried it more two times now. Yeah. Number one. Try that again, Mona. Out of these two, you guys have to make a decision. Overall, I'm going to have to go with this one. As this one's warmed up a little bit more, yeah. You really feel kind of the... creamy, cheesy texture on the inside. I think the crust is definitely a lot more. Yeah, I feel like it balances better than this one. I feel like this is too dense. Mm-hmm. But I think overall, this is probably more well balanced. I feel like the jury's kind of swayed yeah, me in that direction. Definitely but, number one. Yeah. We have an anonymous vote. It's okay, man. It's okay. Listen, we're going to give these guys a second chance. Okay. We will get back to them and visit their stores. Okay. But we have to be true to our taste palette definitely. Right now. This is not a personal attack on any brand. I'm very excited and very, I want to know which one is this. Number one? Yes. Your mate. they truly have a good connection. It is. So which one is number one? Can we reveal it, please? La Baie d'Or.